فكرة مناقشة القضايا الاجتماعية، جواز الأم وجواز الأب والمشاكل الولاد، إن إحنا تختاروا بشكل كوميدي اللي هو من مش لازم يعني إن إحنا نبقى يعني مش طايقين وبنعيط ويعني ميلودراما، فأنت شايف إن دي رسالة أفضل أو وصولها أسرع؟ بالتأكيد يعني. حركة قصدي وصولها أسرع ككوميدي ولا ككوميدي يعني مش لازم أقطع شراييني وأنا بتفرج لا وأبقى مش في مأساة يعني. لا مش لازم. أكيد الضحك بيقرب الحاجة من الناس أكتر، التعاطف يعني. أعتقد دايما الواحد بيتعاطف مع الحاجة اللي بيضحك عليها صح. يا بيعيط عليها، الاتنين. بس طالما ضحكتي فأنت موافقة. يعني ما ينفعش اضحك على حاجه وانا مش مقتنع او مش مصدق، او فطالما انت زعتي مني الضحك يبقى انت يعني موافقه على انت كمخرج من اعمالك الكوميديه او اللي بتضحك كتير يعني، انت حابب الصنعه دي، والصنعه دي انا بعتبرها من اصعب الحاجات. يعني ان انا اعمل مسلسل درامي معروف مكتوب حلو معروف دقيقته. والكادرات كادرات معروف لكن دقيقته. اني اعمل مسلسل كوميدي واخلي الناس تضحك على نفس طريقة دماغي وكادراتي اللي باخدها، ده صعب. مشكلة كبيرة، ما مشكلة كبيرة حبيت النوع ده. كدبك الناس اسهل كتير من انك تضحكهم. اختيارك طبعا. للنوع ده ليه؟ لا هو بصي برضو مش انا اللي مصر على هذا النوع، يعني دايما قلت الحكاية دي كتير. احنا عندنا هنا في مصر ايه مبدأ اللي تكسبه اللي عبه ده سائد. انا يمكن عشان بالصدفة بدأت اول ما اخرجت بدأت كوميدي، فقال لك بس ده بتاع هو ده. هو بقى هاته لنا يضحك. فما بيجيليش لا يعني، بس نادرا ما بيتعرض لا عليا. مش عايزين يتعرض عليك حاجة تانية. ما هو انت حلو مبسوط؟ حلو ان يبقى في عندنا حد متميز في شيء صعب. يعني النقطة المهمة ان انت زي فطين عبد الوهاب كده، اللي هو كان بيجيب ممثلين كوميديا الموقف، مش المخارج، مش باللفظي. الكلمات ولا الكاركتر، وبتوظف او بتخلي ناس مش كوميديانات كوميديانات، لان كوميديا الموقف وده الاصعب. مظبوط. يعني حتى انا دلوقتي بقيت معظم توجهي دلوقتي انه مش عايز كوميديان. يعني لما نيجي بنحضر الحاجه بيقول لك طب نجيب، اقول له مش عايز كوميديان، يقول لي يا ابني بس ما هو انا هعمل من المسلسل كوميدي. قلت له المسلسل كوميدي، هما يمثلوا بجد. يعني في فرق بين الكوميدي والهزار. صح. انا زهقت وخلصت منطقه ان احنا طالعين نقول إفيهات. افيهات وبتاع. اتمنى ما اعملش كده تاني في حياتي. الكوميدي التمثيل بقى موقف هو ده. ما هو في حاجات يعني غصب عنك، يعني كامل العدد ده هو دراما اجتماعيه، بس غصب عنك الموقف فيه مفارقه وبالعيال بالعيلتين بالطليق بالورطه اللي هم فيها دي. بس التحدي والمخاوف يعني، فكره دينا شربيني مش كوميديانه ولا شريف سلامه كوميديانه. ما انا لسه بقول لك. بس هو عمل منهم. ما كنتش خايف يعني، بيبقى فيها خوف برضه. لا 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 خالص. ممثل جيد يمثل بجد زي ما بيمثل في اي دور تاني.